السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع أو البرنامج دوت بيفيدك لما تعمل ليزر سكان للمكان، يبدأ إن هو يتعرف على العناصر اللي موجودة بحيث يسهل عليك إن هو يكون بيم، وده من خلال الذكاء الاصطناعي. هو بيستفاد من الثري دي سكان أو الليزر سكان بحيث إن هو بسهولة يبدأ إن هو يديك المكان كله كبيم بالشكل دوت. بتديله ملفات البيم اللي قبل ما تعمل ليزر سكان، اللي هو نقدر نقول ان هو ده اللي بيطلع منه الشوب دروينج، وتديله برضو الاسبلت رياليتي اللي هو الليزر سكان. هو يبدأ يقول لك اذا كان في اختلافات بحيث ان انت تعمل ابديتد للموديل بتاعك، فده هيوفر عليك وقت كتير جدا لما تعمل الأزبلت من خلال الليزر سكان. طبعا تقدر ان انت تدخل بقى تتكلم معاهم في الأسعار،